لأبي عبد الله الإمام أحمد: ما التوفيق يا إمام؟ ما التوفيق يا إمام؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك. يا الله، ألا يكلك الله إلى نفسك. تعرفون هذه عقوبة، أن الإنسان يوكل إلى نفسه فيصبح يعيش في هذه الدنيا كالوحوش، يسعى في هذه الأرض ينبش خلف الرزق فقط، ولكنه ينسى أن الرزاق في السماء، وأن الذي سيهب له هذا المال ويهب له هذه الزوجة ويهب له الأولاد الصالحين هو الله الذي سمى نفسه الرزاق. لأن الرزق ليس فقط مالا، بل الزوجة رزق، والأولاد رزق، والسيارة رزق، والمال رزق، والعلم رزق، وطهارة القلب رزق من الله تعالى، وكل ما يهبه الله عز وجل للعبد رزق.